بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يشرفنا أن نلتقي بكم فيه على موضوع مهم يتجدد كل لقاء. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج نوعا من أنواع حلقات العلم التي تحفها الملائكة حتى ولو تباعدت الأجساد في أنحاء الأرض. معنا في هذه الحلقة، ولقد أمرت أنا وإياه أن أقدم الحلقة، أخي المذيع علي الليثي، وهو معروف لديكم. وأصل هذه الفكرة أنه عندما كنا نعد لهذا البرنامج ارتؤي أن يتغير المذيع كل يوم، وأن أقدم أنا البرنامج على هذه الهيئة التي نفعلها اليوم. ثم بعد ذلك، ولأن المذيع هو الأقدر على التقديم وهو الذي يستضيف الضيف، ولأن المعدين والإدارة كانت ترى أن المذيعين هم ضيوف علي وعلى كل حال، فكل منا ضيف على الآخر، خاصة وأن مذيعنا اليوم هو علي أيضا. أهلا بك يا شيخنا، وبشكرك طبعا على هذا التقديم. كان شيخنا الشيخ جاد الرب رمضان إذا قابلني يقول: اللي مع علي علي، الأول اسم والتاني صفة. ده شرف ليك. فاللي مع علي علي تصدق تماما على حلقتنا اليوم. الله اتفضل. يبارك فيك فضلت الإمام الدكتور الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بشكرك على هذا التقديم، وإحنا ضيوفك هنا كل يوم في والله أعلم إحنا والسادة المشاهدين. وأنا متأكد أن الموضوع اللي حضرتك يعني ستثيره النهاردة وهتقول لنا رأيك ومن علمك فيه يهم كثير من الأسر المصرية. عايز أفكر حضراتكم بهذا الموضوع اللي إحنا طرحناه على صفحة والله أعلم على موقع التواصل الاجتماعي. النهاردة بنتكلم على موضوع يهم ملايين الأسر المصرية، وهو موضوع الدروس الخصوصية. خلاص أيام قليلة والعديد من الطلبة سيتوجه إلى الامتحانات، وبالتالي هذا الموضوع أو هذه القضية تهم كل الأسر المصرية تقريبا. هل هذه الدروس الخصوصية هي حلال للمدرسين؟ هل هي حلال للأسر؟ خلينا نبتدي بهذا الرأي وبهذا السؤال فضيلة الإمام. المدرسين بيقولوا إحنا مرتباتنا ضعيفة وبندي شغل بنشتغل شغل إضافي، هو الشغل حرام يا مولانا؟ الشغل مش حرام، ولكن وجود الدروس الخصوصية يتنافى مع منهجية التعليم، ويجعلنا نقوم بأداء هو الأداء الأدنى أو الأداء الأقل أو الأداء الأسوأ، ولكن قد يكون هو الأداء الضروري. اختلال المنظومة في أي منظومة كانت، في المنظومة السياسية، في المنظومة الاقتصادية، في المنظومة الصحية، في المنظومة التعليمية، لا يبرر ولا يعني أن نستمر في هذا النظام
وأن نخطئ هذا الخلل الذي يجعلنا دائما نتعامل مع ضرورات وليس مع حالة طبيعية. فالقضية تبدأ من أركان التعليم الخمسة، وقد بدأنا كلامنا الشغل مش حرام، لكن الحرام هو أن الهياكل محطمة، وهو أن الدروس الخصوصية في غير مكانها، وهو أن المدرسة لم تعد تقوم بوظيفتها تحت ضغوط كثيرة. هنتكلم، إحنا عندنا دلوقتي كل هذا البلاء جاي من زيادة السكان. كل ما السكان تزيد وليس هناك تخطيط لاستيعابهم، كل ما كان الإناء اللي بحط فيه هذا السكان أضيق من المية اللي موجودة عندنا. أنا كان عندي 10 مليون طالب، بقوا 20 مليون طالب. طيب يبقى لازم المدارس تزيد الضعف، فلو كان عندي 5 مليون مدرسة ولا حاجة، يبقى لازم تكون عندي 10 مليون مدرسة، لأن كثافة الفصل بتاع البني آدمين الذي يستطيع فيه الطالب الاستيعاب والتلقي والحفظ والفهم والأداء والتفاعل والتعامل 20 إلى 28 إلى 25. تمام. والنهاردة في المدارس والوزارة بتديهم التراخيص وميقول لك 25، بحيث أنه لما يبقى 26 الوزارة تزعل وتقول الكثافة كتيرة. طيب بس أنا عندي دلوقتي الفصل اللي تجاوز 60، يعني ايه؟ يعني تلت اضعاف. طب هيقعدوا فين؟ طب يقعدوا ازاي؟ طب الاستاذ يستجيب مع مين؟ يقول انت فاهم وانت مش فاهم ازاي؟ وانا بدعي ان احنا ولما تخرجنا قبل سنة 1970، يعني قبل 44 سنة من الان تخرجنا. سنة 70 دي كانت اخر الناس اللي متعلمين. كان الحال كده في المدارس يا مولانا؟ ما كانش كده، لكن كان ابتدى، ما هوش 25 طالب، ابتدى نبقى 28، بقينا نبقى 30، وكانت الزيادة دول الخمسة الزيادة دول عاملين أزمة. عاملين أزمة. الزيادة القليلة اللي هي كانت 3 و5، كانت عاملة أزمة. وأنا أتذكر أستاذ الفيزياء متعه الله بالصحة إن كان في الأحياء، رحمه الله رحمة واسعة إن كان في الأحياء أو سبقنا إلى الرفيق الأعلى، الأستاذ جمال زايد. والأستاذ جمال زايد بيشرح على التختة على السبورة يعني، فبيكتب وعطيني ظهره وأنا كنت في الصف الأول، فالتفت لي وقال لي وأنت شايف السبورة؟ قلت له لا. قال لي يسكت ليه؟ وأغلق الدرس واتخانق معايا، رحمة بيا، رأفة بيا، حبا فيا. إزاي؟ أمال إيه وظيفة المدرس إلا أن يفهم الطالب؟ وإيه وظيفة الطالب إلا أنه جاي جادا؟ قلت له يا أستاذ في مشكلة، المشكلة دي هي أن أنت لو رحت الطرف التاني اللي وراك مش هيشوفك. قال لي مالكش تدخل، دي مشكلتي أنا مش مشكلتك انت. هذا الكلام كان في سنة 67. حضرتك تعتقد الوضع دلوقتي ايه مع 60 و70 طالب في الفصل؟ ما خطرش في بال جمال زاد، مش موجود. ما هوش موجود، هيعمل ايه مسكين ومعاه 60 راكبين فوق بعضهم وقاعدين بطريقة غير ادمية اصلا، لان الفصل هو الفصل، حجم الفصل هو الفصل. زيادة السكان اللي حذر منها كل حكام مصر والتي لم يصنع لها خطط تستوعب هذه الزيادة، والتي كلما زاد السكان كلما أكلوا من الموارد ويدوب إن إحنا عايشين، واللي نتجت منها كل هذه المشكلات هي الأساس بتاع الفكرة بتاعتنا النهاردة، حكاية الدروس الخصوصية. ولكن أنا بقول الدروس الخصوصية دي بلا، عاملة زي إيه؟ عاملة زي ما يكون في حادث، فالراجل جه
الطبيب بالشنطة بتاعته ومعاه شوية شاش وقطن و بتاع ده بدتشيء بتدين ده ولا بتاع ومطهر وبيشوف الحادث. بس هو ده الصحة؟ ده حادث، ده حادث يجب التعامل معاه بالطريقة دي. فإذا اقتصر الطبيب بقى شوف المصيبة على القطن والشاش، فدي صحة؟ لا مش صحة. يعني بلاش القطن والشاش يا عم، ده حادث. ما تقس الترتيب بتاع الصحة العالية قوي دي على حادث موجود في الطريق. أرجوك اللي احنا بنعمله دلوقتي كده، الدروس الخصوصية جاية من ضرورة موجودة، وبعدين بنقول هي حلال ولا حرام. طيب افرض ان انا قلت انها حرام، معناها ايه؟ معناها ان الطالب لا بياخد علم في المدرسة ولا هياخد علم في البيت، وبقى كده ضاع خالص الطالب، ويبقى ضاع. فانا بقول هي حرام في الوقت المعتاد، الوقت الذي يجب فيه على الدولة ان تخطط وان ترتب أركان العلم الخمسة، ترتب للطالب وللأستاذ وللكتاب وللمنهج وللمباني العلمية. احنا النهاردة المباني العلمية عايزة 70 مليار جنيه مصري، 70 مليار لصيانة ما هو قائم، اللي هو أبو 60 ده اللي احنا بنقول عليه، مش لبناء طالب. الجديد، مش لبناء الجديد واستيعاب الجديد، ثم مش لبناء المستقبل. يبقى إذن لما جيت وانا قلت 80% من الموازنة تروح للتعليم، وهيا بنا نربط على بطننا، هيا بنا نعمل كل حاجة، بس المهم 80% تروح للتعليم. طبعا الناس يعني ده راجل مجنون. طب وما ايه في الدستور؟ 4%. طبعا 4% رقم ضخم وكل حاجة، ده لسه، بس لسه يا فضيلة الامام مش هنوصل ل4% على طول، على طول هنتدرج لهم. ولكن هذا مش هيعمل معانا حاجة. احنا عايزين طيب 4% دي تزيد تزيد تزيد، وان يكون خدمات الكهرباء تصب للتعليم، خدمات الداخلية تصب للتعليم، خدمات التضامن الاجتماعي تصب للتعليم، علشان نقدر في خلال 10-11 سنة ان احنا نبني جيل مرة تانية. الاولاد المصريين اذكياء، ذكاء فطري طبعي، لكن هذا الذكاء الفطري الطبعي لا يكفي، فنحتاج الى الذكاء المكتسب اللي هو الذكاء بتاع التعليم، لانه بدون تعليم هيبقى فيه فهلوة. طيب فضلت الامام، احنا عندنا دلوقتي في المدارس المصرية نوعين من المدرسين، مدرس هو خلاص عرف انه كل الفلوس اللي بيعملها من الدروس الخصوصية فساب الفصل بتاعه خالص، بيخش يكتب كلمة على السبورة ويقعد، او يخش يكتب الكلمة دي ويمشي، ده لو راح المدرسة، فده نوع وده بيدي دروس خصوصية. وفي نوع اخر من المدرسين بيخش الفصل ويجتهد ولكن برضو بيدي دروس خصوصية بالليل. احنا اتفقنا على ان هي ضرورة يا فندم. عايز اللي بيسمعنا يحفظ القواعد الفقهية اللي نظمت عقل المجتهد، الضرورة تقدر بقدرها. لما ربنا سبحانه وتعالى أباح لينا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أباح لي أن نأكل الميتة، أباح لي اللي هي المحرمة، أن نأكل الخنزير اللي هو المحرم، أن أنا أشرب بق خمرة لحسن أموت اللي هو المحرم، بس بق مش إزازة، مشويش من الخنزير والميتة، واكل واعمل كباب وكفتة على قدر سد الرمق. يبقى أنا في الدروس الخصوصية في باب الضرورة تبقى على حد سد الرمق. نمرة 2، ينوي بها المدرس ده، مش انه يعيش، انه يعلم، ينوي بها المدرس الذي حرم من تعليم أولاده وأبنائه الطلاب انه هو يعلم، ولذلك ما يتعنتش في الأجر، ولذلك يبذل لكل أحد ويأخذ ما يكفيه، لأننا في حال الضرورة. بس احنا فضلت الإمام بنشوف دلوقتي بعض المدرسين الخصوصيين بيجمع 500-600 طالب في قاعة كبيرة، بياخد مبالغ غالية، واحنا مش بنبصله في رزقه، احنا بنتأكد من المبدأ اللي حضرتك قلته، انه فقط على قدر الضرورة، مش الغناء الفاحش من الدروس الخصوصية.
ولابد. وإذا زاد عن حد الضرورة فقد ارتكب حراما. أنا هنا وأنا بقول له دي ضرورة بقول إيه؟ بقول له على فكرة أنت هتعمل كده السنة دي وهنحاول مع الدولة أنك ما تعملش كده السنة الجاية، والدولة هتتدخل في السنة اللي بعديها وهتلغي خالص الاحتياج إلى الدروس الخصوصية. لكن اللي احنا شفناه بقى في حياتنا اللي بعد ما تخرجنا من 44 سنة ان الاستاذ ده هو، او في بعض الاساتذه، مش كل الاساتذه، في اساتذه حاجه عاليه قوي، ان الاستاذ ده هو بيتحكم في مش عارف الدرجات بتاعه الشفوي او بتاعه الاعمال السنه حقيقي، وبيزل الطالب يا تدفع ايه ده بقى. ده دخلنا في الحرام. انا عايز المدرس يبقى عنده هم التدريس، وهنا سيعود المدرس لمكانته، وهيعود كلام شوقي: قم للمعلم يوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. شوف الراجل شاف إيه؟ شاف إن المعلم رسول، ده يعني صاحب قضية، صاحب فكر. ولذلك كنا بنحترم أساتذتنا قوي. فأنا عايز الأستاذ يرجع بالشكل ده، يرجع وله حصانة القاضي، يرجع وله احترام العالم، يرجع وله تمكن السياسي، حتى لو عطينا له هذا بموجب القوانين. ولكن عليه بعد كده مش انه يروح قرشين ثلاثة يعملهم، عليه بعد كده انه يرضى بقليله، وانه يعرف انه صاحب رسالة، وانه يقوم بهذه الأشياء. طيب فضيلة الإمام، احنا هنكمل هذا الحديث، ولكن اسمحوا لنا مشاهدينا واسمح لنا فضيلة الإمام ان احنا نخرج الى فاصل قصير. عايز افكر حضراتكم بان هناك سؤال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذا السؤال مرتبط بالحلقة: ايه رأيكم في قضية الدروس الخصوصية وكيفية التعامل معها؟ كمان بعد يعني 30 دقيقة تقريبا من دلوقتي هنتلقى مكالماتكم واسئلتكم لفضيلة الإمام، ممكن كمان تبعتوا لنا على الرسائل القصيرة. فاصل قصير ونواصل حوارنا مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة.